سريع، لكن انت حضرت مباراه عندك اي ملاحظه؟ لا لا بالعكس، لا ما نشكر، احنا يمكن وزاره الداخليه يمكن حتى التنظيم على البوابه كانت بوابه واحده، والتنظيم كان دخول الجماهير وايضا في قياس الحراره من قبل المنظمين هناك، وايضا داخل السعود ما شفنا، شفنا في 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 تباعد نعم. فاعتقد بس انا عندي وجهه نظر ان مثلا الرابطه لو توزعها على الملعب افضل ما يعني يقعدون كلهم واحد صفقني واحد صفقني، لا 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 يتوزعون يعني رابطه يعني مع بعض، بس توزع الملعب توزع حوالي الملعب، يعني شلون رابطه شلون توزع الملعب، ما تكون يم بعض، ما تكون يم بعض صفقين وعزز رابطه. شوف 30 انا اقول لك شغله احمد، يعني طبل هني وطبل هناك مثلا، لا توزع بينهم كرسيين ثلاثه اي يعني، بس كشكل يعني الملعب كبير يشيل عادي يعني ما في اي مشكله يعني ملازم الرابطه كلهم قاعدين يلاصقين من بعض يعني احمد بيغنون اغنايه شلون يغنون يعني شلون يسمعون نفس الجماهير اللي برا قاعد نشوف بينهم كرسيين ثلاثه صح صح وما يشوفون بالرياض.